السلام عليكم أعزائي الطلبة، لم يبقى في درس العروض بالفصل الثاني إلا موضوعين بسيطات جدا جدا، هما القافية والروي. والوزارة سؤالها حدد القافية، وممكن غالبا ما يجي هذا السؤال ضع دائرة، إنه القافية في البيت الفلاني يحط لك طبعا أربع خيارات. القافية شو يعني؟ غالبا هاي التعريف القافية، طلع القافية هي مجموعة من الحروف، إذا مش حرف واحد، الروي هو حرف واحد، القافية مجموعة حروف في آخر البيت الشعري، بتهم من هون تأخذها أنت، إذا من هون راح نأخذ إحنا القافية من آخر البيت الشعري، تمام؟ هاي قضية مهمة، هي مجموعة من الحروف في آخر البيت الشعري، هاي القافية طبعا في آخر البيت الشعري، وأهمها حرف الروي. ها طبعا الروي اللي إحنا نأخذه حال، ويمكن تحديد القافية وفق تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي. إذا في أكثر من تعريف للقافية، بس إحنا شغالين عليه في التوجيهي هو تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي، أو تحديد الخليل بن أحمد الفراهيدي للقافية، لأن بعض علماء العروض قالوا القافية هي الحرف الأخير التي تشبه الروي، أو التي تتلاقى مع الروي، بس هذا لا، إحنا بالتوجيه لا، إحنا بالتوجيه القافية مجموعة حروف تكون في آخر البيت الشعري. طيب شو إيش قال لك يا من آخر حرف في البيت؟ إذا راح نروح على آخر حرف بيت، خلينا نشيل هاي بس معلش. إذا من آخر حرف في البيت، هون تعالوا على هذا البيت اللي هو على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. إذا هذا آخر حرف في البيت اللي هو الميم، تمام؟ حلو. إلى أول ساكن يسبق، بظل ماشي بهذا الاتجاه، لاحظوا ماشي أنا داخل جوا البيت، بروح على آخر حرف في البيت، بدخل جوا البيت حتى ألاقي أول ساكن. أول ساكن هو إيش؟ الألف، هون هي ساكنة، كل ألف طبعا ساكنة، مع المتحرك الذي قبل الساكن. مين المتحرك قبل الساكن؟ الكاف. فهي هون القافية هي كارمو، هيا كارمو، لاحظ كارمو جزء من المكارم، يعني إيش؟ القافية في هذا البيت الأول كانت جزءا من كلمة، يعني ليست كلمة كاملة. لكن هل يمكن أن تكون القافية كلمة كاملة؟ حسب، مدام أنا رحت على آخر حرف، يعني هو باختصار القافية حتى أحددها لازم أمر بثلاث محطات، هيهم آخر حرف في البيت بدخل جوا إلى أول ساكن يسبقه مع المتحرك الذي قبل الساكن، هي آخر حرف. فضلت ماشي، ممكن أمشي حرف حرفين ثلاث أربع خمسة حتى ألاقي أول ساكن. إذا لقيت أول ساكن بأخذ المتحرك الذي قبله، هو لازم كل حرف اللي قبله متحرك لأنه لا يلتقي ساكنان. فإذا ضلت ماشي من آخر حرف إلى أول ساكن، من آخر حرف الأول ساكن، معناته اللي قبله بده يكون متحرك. ثلاث محطات، آخر حرف، أول ساكن، المتحرك اللي قبله، هاي هو آخر حرف الميم، الساكن اللي قبله الألف، المتحرك اللي قبله الظاء، إذا ظائمه. هون القافية آخر حرف هو الميم، الساكن اللي قبله هو الألف، المتحرك اللي قبله الضاء، إذا ضارمو. هون الضراغمو آخر حرف هو الميم، الساكن اللي قبله إيش؟ الألف، إذا المتحرك اللي قبله الراء، إذا الراغمو. إذا القافية في البيت الأول كارمو، بعدين ضائمو، بعدين ضارمو، بعدين راغمو. إذا لاحظتم إنه في نغم، شو قال لك؟ ما النغم الذي تشترك في نهاية هذه الأبيات؟ لعلك لاحظت أن الأبيات تشترك في صوت تنتهي به، كلهم ضائم، ضارم، راغم، حازم قد تكون. ولو رددنا هذا الصوت التي تشترك به نهاية الأبيات لوجدناه كالآتي: ما كارم، ع ضائم، خ ضارم، ض راغم، اللي مرمو كارم، ضائم، ضارم، راغم، كله نفس الإيقاع، هذا اسمه القافية. إذا القافية، طيب هسا لو سألتكم إذا القافية ثلاث محطات، فأقل عدد لحروف القافية كم؟ آخر حرف، قد يكون الساكن قبله مباشرة، بعدين المتحرك قبله سيكون مباشرة، فأقل عدد حروف للقافية هو ثلاثة حروف، وقد يكون أكثر من ذلك، لأنه حتى أمشي من آخر حرف لحتى ألاقي أول ساكن أمشي على عدد حروف. ها طيب هسه راح نشوف طبعا، ها شوف إيش قال لك. هذا التعريف القافية أو الطريقة التعريفة، المتحرك الذي قبل الساكن، أول ساكن، آخر حرف. هي نمشي من هون إحنا طبعا بهذا الاتجاه، راح أمشي من آخر حرف اللي هو الميم لأول ساكن اللي هو الألف. هذا قاعد بيحكي عن أول بيت اللي هو على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وهي المكارم آخر حرف، أول ساكن، الحرف الذي قبله. فإذا القافية هي كارم هون، تمام؟ طيب هي قال لك فالقافية قد تكون جزءا من كلمة زي كارم وضارم كما مر في الآية السابقة، وقد تكون كلمة كاملة زي هاي. تعال تنشوف هذا البيت، ها اللي هو إيش قال الشاعر فيه: أراك عصي الدمع. هذا البيت لأبي فراس الحمداني، مطلع رأيته الشهيرة، لهذا أول بيت فيها: أراك عصي الدمع شيمتك الصفر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر.
فبتروح انت على اخر البيت بتاخذ اخر حرف اللي هو الراء، تمشي حتى تلاقي اول ساكن، اول ساكن الميم، بتاخذ من تحتك القبل اللي هو الهمزه اللي هي امره. اذا القافيه في هذا البيت امره، وامره هاي كلمه كامله، في حين كارمه اللي قبلها كانت جزء من كلمه. اذا في القافيه في البيت السابق هي امره، يعني ايش؟ قد يكون جزء من كلمه، وقد يكون كلمه كامله زي امره، وقد يكون اكثر من كلمه، كلمتين كقول الشاعر: ربطني كل حادثه فاخطتني ولم تصبي. فايش بنعمل احنا؟ نمشي هيك، اخر حرف هو الباء، الساكن قبله هو اللام، عفوا الميم، لاحظوا الصاد متحركه، التاء متحركه، الميم هو الساكن، المتحرك اللي قبله اللام، شو صارت؟ لم تصبي، يعني كلمتين اجت هنا القافيه. إذا القافية مجموعة من الحروف تكون في آخر البيت، نبدأ من آخر حرف في البيت وندخل داخل البيت حتى نجد أول ساكن، ثم نأخذ المتحرك الذي قبله، مجموعة هذه الحروف اسمها القافية. هذا لو أخذت أن هذه مجموعة الحروف وطلعتها وكتبتها، ممكن تكون هذه مجموعة الحروف إما جزء من كلمة زي كارمو بأول بيت، وإما أن تكون كلمة كاملة زي أمرو بالبيت يعني بالمثال الثاني، وإما أن تكون أكثر من كلمة، قد كان تكون كلمتين في قول الشاعر: رمتني كل حادثة فأخطفني ولم تصبني.